الزمالك اتعامل مع النادي الاهلي اول مره يضغط على النادي الاهلي من بدايه المباراه من قدام، ويمكن دي كانت حاجه غريبه على نادي الزمالك اللي كان طول عمره بيبدا مع النادي الاهلي بيحاسب واخد بالك وبيحافظ وبيحاول ان يامن دفاعاته بشكل كبير يعني. طب استاذنك اخد كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت. اهلا بيك كابتن طارق. انا ميدو، ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا يا حبيبي. انت منور، انت وكابتن ماهر وبرود منورين. مساء الخير يا كابتن طارق. تفضل يا كابتن ماهر. حبيبي كابتن ماهر وكابتن رضا شحاته معايا. كابتن طارق انا قلت ابو الرود يعني ما بمس عليك حبيبي ابو الرود حبيبي يا كابتن مصر. انت ايه يعني انت عشان احنا خسرنا الماتش ده حاسس ان في كده لهجه كده مش ايه؟ لا يا اخي لا والله يعني لا عادي يعني. انا عايز اقول لك يعني سنه عدت عليك ان شاء الله تكون سعيده مع بتروجيت، وان شاء الله السنه الجايه تكون بقى بطموحات مختلفة وباختيارات فيها أريحية بالنسبة للكابتن طارق يحيى. والله يا ميدو عايز أقول لك يعني هما بالسنة هي 4 شهور أو 5 شهور، كانت 3 شهور. ما أنا عشان كده قلت كتير سنة. حمل حمل. هي بمعنى 10 سنين صراحة شهور. إن أنت داخل على فرقة ما أنتش عارف القصة جواها إيه، وفي نفس الوقت بتتعامل مع لعيبة أول مرة أتعامل معاها، والموقف كان صعب جدا، النقط كانت قليلة جدا جدا، 16 مباراة 17 بونت، فكانت الظروف بمنتهى الصعوبة كانت بتحتينا، اللي هو كانت دجلة وطنطا والنصر كانوا 14 كلهم. احنا 17، فلما تاخد تيم هتلعب دور تاني كامل ما انتش ضامن الظروف فيها ايه. بالظبط. اجتهدنا والحقيقه يعني الولاد تعبوا معانا برضو والاداره تعبت معانا وساندونا بشكل قوي والحمد لله عدت ميدو. يعني طبعا انت لما بتفنش ب 38 بوم مع طبعا مواقف صعبه جدا جدا مرت علينا، لكن الحمد لله اتغلبنا عليها بشكل كبير، والحمد لله يمكن كمان عزائنا الوحيد صحيح ما حققناش مركز متقدم شويه، لكن الكوره اللي اتلعبت الحمد لله بفضل الله كل الناس دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه بكوره حلوه في الفيت، وما كانش فيه 17 ماتش ميدو ما عدا ماتشين الاسماعيلي وطنطا سجلنا فيهم، كل الماتشات سجلنا، اهلي سجلنا فيه، زمالك، كل الماتشات ما عدا ماتشين فقط هما طنطا والاسماعيلي، خسرنا 1-0 من الاسماعيلي وتعادلنا 0-0 مع طنطا في طنطا. يمكن هي دي الصعوبة كمان يا ميدو، ان انت بتلاعب الفرق كلها اللي هي معاك في حلقة المنافسة سواء تحت او فوق هتلاعبها على ملعبها. كل الفرق الكبيرة اللي زي الاسماعيلي والاهلي والزمالك هيجوا لك ملعبك، اللي هم اساسا النقط بتاعتهم بتبقى يعني مش عايز اقول لك 50-50، لا بتبقى 40-60 30-70 فاهم؟ فبالتالي كان هنا الصعوبه ان انت الفرق كلها اللي بتنافسك هتلاعبها في ملاعبها، وانت ما عندكش اريحيه كمان، انت نفسك ما عندكش اريحيه خالص. انت مضغوط كل الفرق، انتاج بره، الجيش بره، الدجله بره، الاسيوطي بره، كل الفرق اللي بتنافسك كلها لعبتها على ملاعبها، كانت سرعه غريبه جدا. حتى الفرق الكبيره الاسماعيلي اهلي زمالك مصري كل الفرقه دي على ملاعبها برضه، على ملعبك انت، ملعبك انت طبعا مش لاعب الاهلي على ملعبك، بتبقى النتيجه يعني هنقول 50-50 او 40-60، الزمالك شرحه، الاسماعيلي شرحه، المصري بيبقى يعني طبعا مباراه الماتش على ملعب محايد بيلعب كلها على ملعب واحد، فحتى النقط اللي انت على ملعبك عايز تاخدها فيها صعبه فيها كلام، فده من هنا كانت الصعوبه انك انت 17 بونت. الحمد لله بفضل الله عدينا الرحله الصعبه دي والناس راضيه واحنا راضيين، والحمد لله برغم ان انا عدم الراي عن بعض النتائج في بعض الماتشات كمان حتى في الماتشين بالذات، يعني ماتش امبارح بتاع انتاج وماتش الاسيوطي ظلمنا ظلم بين، لكن قدر الله ما شاء فعل، فالحمد لله على كل شيء يعني. يعني خد راحتك بقى زي ما انت عايز، واكيد انا انا متاكد ان بتروجيت هيبقى شكلها مختلف السنه الجايه. حبيبي يا ميدو ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن طارق، ودايما بتنورني وتشرفني في البرنامج، وان شاء الله ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله بتروجيت تبقى وضع تاني. توفيق يا طارق ان شاء الله باذن الله، موسم جديد ان شاء الله، بالتوفيق باذن الله يا رب ان شاء الله.